بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمي الكريم، وعلى أهله وصحبه ومن اتبعه إلى يوم الدين. أما بعد، معكم دكتور صلاح عبد الحي حامد، مدرس الإدارة العامة وإدارة الأعمال بالمعهد، في محاضرة مسجلة لمادة نظم المعلومات الإدارية الفرقة الرابعة إدارة أعمال، تبث عبر أو من خلال شبكة الإنترنت على موقع اليوتيوب الخاص بالمعهد، وهي المحاضرة رقم 3، وسوف نتناول في هذه المحاضرة إن شاء الله مراجعة عن الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيرة ونظم دعم القرار. ليه؟ لأنها من العناصر الرئيسية لمادة نظم المعلومات الإدارية. المفترض أن يكون لديكم معرفة تامة به لعلاقتها المباشرة مع علوم الإدارة المختلفة. سنتناول بسرعة إيه المقصود بالذكاء الصناعي. الذكاء الاصطناعي، خلي بالك من الاسم، الذكاء الاصطناعي، لان في بعض وساعات احنا بننطقه الصناعي، لا، هو الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي علم يجمع العديد من علوم، هو علم يجمع العديد من العلوم مثل علوم الحاسب الآلي واللغويات وعلم النفس المعرفي والرياضيات والهندسة، بهدف أو يهدف هذا العلم إلى إنتاج، شوف بقى الهدف منه إيه، نظام يعتمد أو يقوم على المعرفة في مجال معين، يمكن بواسطته أن تجعل الحاسب الآلي، شوف إن أنت هتحول الحاسب الآلي، أن يكون له القدرة على التفكير والرؤية والكلام، شوف التفكير والرؤية والكلام والسمع والحركة والإحساس. يبقى شوف العلم، الذكاء الاصطناعي أولا يجمع أو يحتوي على مجموعة من العلوم المختلفة، اللي هي علوم إيه؟ الحاسب، لغويات، علم نفس، رياضة، هندسة، يهدف إلى إيه؟ إنتاج نظم تعتمد، حط بقى الكلمة دي، على المعرفة في مجال معين، يمكن بواسطته إيه؟ أن تجعل الحاسب له القدرة على إيه؟ التفكير والرؤية والكلام والسمع والحركة والإحساس. وتتميز هذه النظم بالقدرة على إيه؟ خلي بالك برضو، الإدراك والاستدلال والاستنتاج، وأيضا القدرة على التعلم. يبقى دي مفهوم أو تعريف الذكاء الاصطناعي. أنا مكينا كلمنا، قلنا بيتكون من مجموعة من العلوم المختلفة، وقلناه بيهدف إلى إيه؟ إن أنت بتبني قاعدة اللي اسمها قاعدة المعرفة. قاعدة المعرفة بتخلي الحاسب دي إيه بقى؟ له القدرة على إيه؟ التفكير، الرؤية، الكلام، السمع، الحركة، الإحساس. وتتميز هذه النظم بإيه؟ بالقدرة على الإدراك والاستدلال والاستنتاج وعلى التعلم. النهاردة لما نيجي نخلص نقول إيه؟ تعتمد نظم الذكاء الاصطناعي على المعرفة، knowledge، المعرفة، knowledge، كما سبق أن ذكرنا، وليس على إيه؟ البيانات اللي هي الداتا.
يبقى الايه نظم الذكاء الاصطناعي تعتمد على، ولو قلت نقط تبقى على المعرفة ولا تعتمد على نقط على البيانات. طيب ومن اهم سمات نظم قواعد المعرفة، انا اتكلمت دلوقتي قلت لك المعرفة هتبقى اساس علم الذكاء الاصطناعي، يبقى المعرفة هيقوم عليها الذكاء الاصطناعي. المعرفة ليست تكديس لمعلومات، فالمعرفة ليست تكديسا لمعلومات أو تجميعا أو تراكما، بل هي عملية غربلة للمعلومات. يبقى المعرفة يقصد بها غربلة للمعلومات بهدف الاختيار المفيد أو الاختيار المفيد منها واستثماره بكافة الوسائل والطرق. يبقى المعرفة ليست تكديسا للمعلومات أو تجميعا أو تراكما، بل هي عملية غربلة للمعلومات بهدف إيه؟ اختيار المفيد منها واستثماره بكافة الوسائل والطرق. مما يتكون نظام الذكاء الاصطناعي؟ يتكون نظام الذكاء الاصطناعي من 3 أجزاء رئيسية، هي إيه؟ قاعدة المعرفة knowledge base، وتتضمن قاعدة المعرفة دي إيه؟ الحقائق المطلقة. يبقى أول حاجة قاعدة المعرفة تتضمن الحقائق المطلقة. 2 طرق حل المشكلات وتقديم الاستشارة. 3 القواعد المستندة على صيغ رياضي. يبقى أول حاجة تتكون منها قاعدة المعرفة، نظام الذكاء الاصطناعي قاعدة المعرفة، وقاعدة المعرفة دي بتتكون من إيه؟ أو تتضمن إيه؟ 3 حاجات: الحقائق المطلقة، طرق حل المشكلات، القواعد المستندة على صيغ رياضي. 2 أو تاني حاجة من المكون الذكاء الاصطناعي منظومة الاستدلال inference engine. يبقى تاني حاجة منظومة آلية الاستدلال. 3 حاجة واجهة المستفيد user interface. يبقى تتكون نظم أو نظام تكون نظام الذكاء الاصطناعي من قاعدة المعرفة، دي أول حاجة، التي تتكون من الحقائق المطلقة. إيه هي الحقائق المطلقة؟ هي التي تصف العلاقة المنطقية بين العناصر والمفاهيم ومجموعة الحقائق المستندة إلى الخبرة والممارسة للخبراء في النظام. يبقى إيه؟ أول حاجة تتكون منها قاعدة المعرفة الحقائق المطلقة، وهي تصف العلاقة المنطقية بين العناصر والمفاهيم ومجموعة الحقائق المستندة إلى الخبرة والممارسة للخبراء. 2 اللي تاني حاجة بتكون منها قاعدة المعرفة طرق حل المشكلات وتقديم الاستشارات. 3 حاجة القواعد المستندة على صيغ رياضية. تاني شيء بتكون منه أو يتكون منه نظام الذكاء الاصطناعي منظومة آلية الاستدلال، واتكلمنا عنها inference engine، وهي إجراءات مبرمجة تقود إلى الحل المطلوب من خلال ربط القواعد والحقائق المعنية لتكوين خط الاستنباط. شوف، خط الاستنباط والاستدلال هي أجزاء مبرمجة تقود إلى الحل المطلوب من خلال إيه؟ ربط القواعد والحقائق المعنية لتكوين خط الاستنباط والاستدلال. ثالث شيء بتتكون منه أو بتتكون منه الذكاء الاصطناعي واجهة المستفيد user interface واجهة المستفيد user. طيب وهي الإجراءات اللي هي واجهة المستفيد، وهي الإجراءات التي تزود المستفيد بأدوات مناسبة
للتفاعل مع النظام خلال مرحلتي التطوير والاستخدام، وهي الإجراءات التي تزود المستفيد بأدوات مناسبة للتفاعل مع النظام خلال مرحلتي التطوير والاستخدام. نيجي نتكلم في حاجة مهمة جدا تناولناها في مكونات الذكاء الاصطناعي اللي هي المعرفة. طيب المعرفة دي مهمة جدا وشيء أساسي ومن المكونات الأساسية لبناء نظام أو الذكاء الاصطناعي. لبناء نظام معلومات ذكي لابد من بناء ما يسمى بقاعدة المعرفة، بحيث تشمل قاعدة المعرفة كل المعارف الثابتة والمتغيرة في مجال معين، يعني في مجال محدد سواء طب، هندسة، إدارة، ويجب أن يتم ترتيب وتنظيم الحقائق والخبرات بأسلوب معين حتى يمكن للحاسب التعامل معها ومعالجتها. يبقى دي تمثيل المعرفة. طب أساليب تمثيل المعرفة ديت، أساليب تمثيل المعرفة أو مما تتكون أساليب المعرفة، توجد عدة أساليب لتمثيل المعرفة. أول أسلوب أسلوب شبكات سيمنتيك نتوركس، سيمنتيك نتوركس. تاني أسلوب القواعد رولز رولز رولز. تالت أسلوب الأطر فارمس فارمس فارمس. إيه هو أسلوب الشبكات؟ سيمنتاتيك نتوركس هي دلالات للألفاظ، ويستخدم هذا الأسلوب لتمثيل المعرفة الثابتة. طب إيه هو أسلوب القواعد رولز؟ هذا الأسلوب اللي هو رولز اللي هو القواعد، تكتب من خلاله الحقائق على شكل القاعدة الشرطية اللي هي لو أن اللي هي الشرط إذن الاستنتاج. دي قاعدة شرطية موجودة في اللغة العربية. أسلوب تالت أسلوب الأطر فارمس، يستخدم هذا الأسلوب في تمثيل الحقائق والمعلومات الثابتة. كما يستخدم لتجزئة بيانات وشبكة دلالات الألفاظ ووضعها في مجموعة من الأطر البسيطة. رابع مكون احنا برضو ما كناش اتكلمنا عنه اللي هو أسلوب السيناريوهات. السيناريوهات أسلوب السيناريو، يعني انت واخدون بالكم بنيجي نمثل يقول لك ده ايه السيناريو ديت بتاع فلان فلان. يبقى إذن أول واحد اللي هي أساليب المعرفة تتمثل فيه أسلوب الشبكات، أسلوب القواعد، أسلوب الأطر، أسلوب السيناريوهات، ويستخدم أسلوب السيناريوهات لوصف المعرفة المتغيرة الناتجة عن تعرض الإنسان لموقف أو لمواقف تحتوي على مجموعة من المواقف والأحداث غير المتوقعة. يبقى دول الأربع أطر أو أساليب تتكون منهم أساليب تمثيل المعرفة. طيب ليه الذكاء الاصطناعي مزايا؟ ما هي مزايا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؟ ما هي مزايا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي أو النظم الذكية؟ واحد، رفع معدلات الإنتاجية وخفض التكاليف. اتنين،
توفير الوقت في إنجاز العمليات، 3 إنجاز المهام الصعبة التي لا يستطيع الإنسان القيام بها، 5 المساعدة على اتخاذ القرار، 6 الحصول على خبرة مشتركة تعتمد على التنقيح. يبقى مجموعة من المزايا، أول ميزة رفع معدلات الإنتاج. وأنا بعمل الذكاء الصناعي دي أو بعمل الروبوت دي ليه؟ عشان إيه؟ زيادة معدلات الإنتاج وخفض التكاليف. 2 توفير الوقت في إنجاز العملية، 3 إنجاز المهام الصعبة التي لا يستطيع إيه الإنسان القيام به. أنت شفت الروبوت اللي بيحاول يفكك الألغام وبيحاول يفكك القنابل اللي كان بيتم وضعها، يجيب لك جهاز كده يتوجه إليه اللي هو بينجز المهام الصعب. المساعدة في اتخاذ القرار، أنا راجل مدير شركة، بأمال أنا هستخدم النظام الذكاء الاصطناعي اللي هيساعدني في اتخاذ القرار. 5 الحصول على خبرة مشتركة تعتمد على التقنية والإنسان. طيب هل الذكاء الاصطناعي له عيوب؟ يبقى في لوز، اي شيء زي ما له مزايا له عيوب. 1 التقليل من الاعتماد على العنصر البشري. انا ما بعمل روبوت بستغني على عدد كبير جدا، والنهارده بقول لك التكنولوجيا ادت الى ايه؟ الى رفع زياده البطاله، معدلات البطاله. ليه استغنينا على عدد كبير من العاملين؟ يبقى التقليل من الاعتماد على العنصر البشري في اتخاذ القرار. ارتفاع اللي هي دي بالنسبة للقرار في الأولاني، ارتفاع نسبة البطالة بين الأشخاص غير المواكبين لتطورات التقنية، زي ما بيحصل عندنا النهاردة. يما بنيجي نطور مصانع النسيج بنستغنى عن عمال، يبقى ليه؟ بناء على ذلك بترتفع نسبة البطالة. تالت عيب تهديد الكفاءة، تهديد الكفاءة والمستوى الفني للإنسان، يعني بيعتبر إيه؟ بديل للإنسان، يعني بحل محل الإنسان، عشان كده بيهدد أو تهديد الكفاءة والمستوى الفني للإنسان. دي بالنسبة للذكاء الاصطناعي. هتكلم بعد كده برضو في عجالة على إيه؟ النظم الخبيرة. النظم الخبيرة شكلا متطورا للذكاء الاصطناعي، خلي بالك بدايه النظم الخبيرة شكلا متطورا للذكاء الصناعي، ويطلق عليها احيانا نظم الدعم الذكي. يبقى ممكن يجي سؤال، اقول لك النظم الخبيرة شكلا متطورا للذكاء الصناعي، هتقول لي صح. يطلق او مرض سؤال تاني، يطلق على النظم الخبيرة نظم الدعم الذكية، الإجابة صح. يبقى احنا عشان كده انا قلت لك الموضوع ده مهم. طيب النظم الخبيرة intelligence support system دي 3 مرات نطقتها لك، وياريت تحفظ مصطلحات انجليزي. النظم الخبيرة تعتمد على نظم قواعد المعرفة. احنا قلنا هو نظام متطور للذكاء الصناعي، الذكاء الصناعي بيقوم على ايه؟ على نظم المعرفة والبرمجيات التي تقلد عمليات التفكير عند الانسان الخبير، عشان كده سموها نظم ايه؟ خبير. لما سموها نظم خبيرة لانها قلت لك نوع او اسلوب متقدم من اساليب الذكاء الصناعي. لما نيجي نسمع كلمة خبير نعرف ان النظم الخبيرة هو نظام قواعد المعرفة والبرمجيات التي تقلد عمليات التفكير عند الإنسان الخبير، وتزود متخذ القرار بالاستشارات. الاستشارة يعني إيه؟ النصيحة التي يأمل الحصول عليها من المستشار الخبير، اللي هو بيكون إيه؟ الإنسان عاد. أنا بقول لك دلوقتي أنا دي راجل خبير زي ما أنتوا بتشوف. طب أنا بجيب خبير ليه؟ في الشركة بتاعتي أو في المصنع أو حتى في المؤسسة التعليمية بتاعتي، عشان يقدم لي النصيحة عند اللزوم، إيه اللي هي قبل اتخاذ القرار. أجي أجيبه النهاردة يقول لك مثلا إيه الخبراء دول هم اللي بيعدوا القرار. طيب كان أول تطوير للنظم الخبيرة قد بدأ إيه؟ من قبل الباحثين في الذكاء الاصطناعي منذ
الستينيات والسبعينيات من القرن العشرين، يعني بقالهم 60 سنة. وشوفوا هم بقالهم 60 سنة، وشوفوا احنا فين دلوقتي وهم فين. وطرحت للاستخدام التجاري بعد ذلك، وتشير بعض المصادر إلى استمرار تطوير برمجيات النظم الخبيرة، حيث يوجد أكثر دلوقتي من 5000 نظام خبير في السوق العالمية، ويتوقع زيادته في السنوات القادمة. شايفين النهاردة فيروس كورونا محتاج نظم خبيرة، محتاج، وهنجيب مثال طبي بعد كده. طيب ايه المفهوم النظم الخبير؟ عدلتها توجد عدة تعريف النظم الخبير. اول تعريف، برمجيات اتخاذ القرار التي تستطيع الوصول الى مستوى اداء عالي بالمقارنة مع الخبرة البشرية في بعض المشكلات الخاصة وذات المساحة الضيقة. طيب في تعريف تاني، النظام المستند الى المعرفة knowledge، وهو برنامج حاسب آلي يتضمن المعرفة والمهارات التحليلية. خلي بالك يتضمن ايه؟ المعرفة والمهارات التحليلية لواحد او اكثر من الخبراء ذوي العلاقة بموضوع معين. في تعريف ثالث، نظام حاسوبي أو حاسب آلي يحل المشكلات بنجاح كخبير إنساني مع دمج، شوف دمج، خلي بالك من التعريف دي، مع دمج الخبرة الإنسانية، إذ يكتسب الحقائق حول المشكلة ويطبق معرفته وخبرته المخزنة عن حقائق المشكلة لاشتقاق الحل. يعني أنا بحط مجموعة من الخطوات اللي يستخدمها النظام لحل المشكلة، ومن ثم إعداد التوصيات، ويستطيع أن يوضح تفكيره ومنطقه. ما تدلنا مثال يا دكتور. ماشي، أنا ضربت لك برضو قبل كده في المحاضرة السابعة اللي هو المثال الطب. أنا عندي النهاردة مشكلة طبية اللي هي إيه؟ فيروس كورونا. فيروس كورونا الناس مش عارفة له علاج ولا لقاح، فابتدوا يجيبوا الخبراء في الطب والمتخصصين في إيه؟ في تشخيص الأمراض، خدت بالك، اللي هي إيه؟ الوبائية، زي إيه؟ الكورونا اللي ظهرت دلوقتي. طيب يبقى أنا جبت الناس الدكاترة اللي هم الاستشاريين، وقلت لهم يا جماعة عندنا مرض أو جديد اسمه كورونا المستجد، فتعالوا شوفوا لنا حل أو اكتشفوا لنا دواء أو مصل عشان نواجه. ابتدأ الخبراء يرجعوا للكتب الطبية المتخصصة، وابتدأوا يجيبوا حواسب آلي، وحاليا النظام ده شغال في جميع دول العالم، حاسب آلي يغذوه بمجموعة من اللي هي الحلول او الخطوات اللي كانت تستخدم في الامراض المشابهة لمرض كورونا، وبقول له الاعراض المرض اللي بتيجي على المريض. طيب اللي موجودة حاليا، الامراض السابقة كنا بنعالجها بكذا وكذا وكذا، اللي هي بنغذي الحاسب بها من خلال ايه؟ خبراء اللي هم الدكاترة وايه؟ والكتب. وبعد كده اقوم اديله مجموعة الداتا ديت، خدت بالك، وابتدى استخدم اللي هي مكنة الاستدلال انفيرنس انجين، بتقوم بدورها بقى بالبحث عن، من خلال قاعدة المعرفة اللي اديتها لها، عن تحديد سبب المرض والتشخيص المناسب وايضا الوصول الى العلاج. ودي محتاج فترة ما تقلش عن سنة أو سنة ونص. يبقى إذن أنا بستخدم النظم الخبيرة لتكون مكان الإنسان الخبير.
اجي اتكلم عن مكونات النظام الخبير اكسبيرت سيستم، مكونات النظام الخبير انا بقول المصطلحات مهمه في الذكاء الاصطناعي والنظم الخبيره لانك هتحتاجيها في التخصص بتاعك بعد كده. مكونات النظم الخبيره اكسبيرت سيستم، يتكون النظام الخبير من 3 أجزاء رئيسية. أول حاجة قاعدة المعرفة، 2 محرك الاستدلال، 3 واجهة المستخدم. نفس قريب للسيستم بتاع الذكاء الاصطناعي. قاعدة المعرفة knowledge base، وهي قاعدة تشمل على معرفة الخبراء مختزنة أو مخزنة غالبا في شكل تضمين شرطي، اللي قلته احنا اتكلمنا على ايه، على القاعدة تسلسل منطقي لتنفيذ الشروط اللي هي ايه. بالنسبة للانجليزي احنا قلنا is يعني if then else، اذا توفر الشرط، اذا توفر الشرط او الحدث، اذا توفر الشرط يكون العمل، وألا فيطبق كذا عدد من الخيارات المتاحة. وهكذا تضم قاعدة المعرفة الحقائق اللي هي فاكتس أو رولز اللي هي القواعد. أول حاجة قاعدة المعرفة واتكلمنا عليها باعتبار حضرتك إن هي مجموعة من المعلومات اللي عند الخبراء مخزنة في شكل تضمين شرطي، تسلسل اللي هي ايه تضمين شرطي، تسلسل جيد او متتابع لتنفيذ الشروط. تنفيذ الشروط دول اللي هي ايه، قلت لك القاعدة is، طب باللغة الانجليزية اللي هي if then else، دول موجود 3 قواعد اللي هي القواعد الشرطية اللي معترف عليه في اللغة الإنجليزية. دول طيب ما وصلناش النتائج بنوصل لإيه؟ للفاكتس اللي هي إيه، قصدي الحقائق فاكتس والقواعد اللي هي رولز. طيب تاني مكون من مكونات النظم الخبيرة محرك الاستدلال، انفيرنس انجاين، انفيرنس انجاين، انفيرنس انجين، وهو برنامج يعمل على اختبار الشروط مقابل الحقائق ومقابلتها بالنتائج بناء على الحقائق التي يقدمها المستخدم للنظام، ويكون دور محرك الاستدلال لتوجيه البحث في الاتجاهات المختلفة داخل قاعدة المعرفة، أي تتم الإجابة على التساؤلات الموجهة من قبل مستخدم النظام. يبقى دي تاني حاجة محرك الاستدلال. تالت حاجة واجهة المستخدم يوزر انترفيس تسمح واجهة المستخدم للنظام الخبير للتحاور بين المستخدم والحاسب بإحدى الطرق، في طريقتين اتنين بيتم استخدامهم في واجهة المستخدم اللي يظهر انترفيس. أول طريقة الاختيار من قوائم مصاغة على شكل أسئلة وأجوبة، يعني فيه بنتكلم على يعني استمارة فيها أسئلة وأجوبة، بنستخدم الاختيار من قوائم مصاغة على شكل أسئلة وأجوبة. دي أول طريقة. الطريقة الثانية تزويد النظام بمعلومات عن موضوع معين، يقوم النظام الخبير بتشخيص ذلك الموقف أو تحديد الموضوع ومن ثم الرد على الاستفسار. يبقى يتكون النظام الخبير من قاعدة المعرفة، 2 محرك الاستدلال، 3 واجهة المستخدم. واجهة المستخدم بتتم بطريقتين، الاختيار من قوائم مصاغة على شكل أسئلة وأجوبة اللي هي قائمة،
2 تزويد النظام بمعلومات عن موضوع معين، ويقوم النظام الخبير بتشخيص ذلك الموقف أو تحديد الموضوع من ثم، ومن ثم الرد على الاستفسار. طيب، عند بناء نظام خبير يمر النظام الخبير عند بنائه بالخطوات ايه؟ بعدة خطوات، 8 خطوات. 1 جمع الحقائق العلمية والتاريخية، جمع الحقائق العلمية والتاريخية المؤكدة عن موضوع الخبرة. 2 مناقشة الإنسان الخبير فيما اكتسب من معارف مؤكدة ومراجعته. مناقشة الإنسان الخبير فيما اكتسب من معارف مؤكدة ومراجعتها، وتحديد ما يجب تضمينه للنظام الخبير، وتكوين المفاهيم والعلاقات بينها، وتوضيح ذلك بالرسوم والأشكال. 3 مرحلة وضع قواعد العمل المنطقية التي تتمثل في استخدام الجملة الشرطية اللي قلت لك ايه اف، اللي هي الجملة الشرطية اللي هي قاعدة شرطية، اذا او اذا او اذا. 4 أو رابع خطوة الدمج بين الحقائق والقواعد، الدمج بين رولز ماشي اللي هي القواعد، برضو بنتكلم مع بعض اهو، وفاكتس اللي هي الحقائق، الدمج بين القواعد والحقائق وادخالها الى الحاسب عبر قنوات قاعدة بيانات اللي هي داتابيز، تسمى قواعد المعرفة اللي احنا قلنا ايه، قواعد المعرفة rules، قواعد knowledge المعرفة، وفق ضوابط محددة. 5 مرحلة وضع آلة الاستدلال التي تطبق القواعد على جميع الحقائق التي يغذى بها الجهاز بالاستناد الى قاعدة المعرفة. 6 مرحلة اختبار النظام باستشارته عن مسائل حقيقية وعرض الأجوبة اللي هي الاستشارة المقترحة على خبراء حقل المعرفة ومناقشتهم فيها وتعديل قاعدة المعرفة إذا لزم الأمر، وهكذا حتى يصبح النظام جاهز العمل. 7 تغذية قاعدة المعرفة بجميع التطورات والمستجدات العلمية والتجريبية على حقائق حقل الخبرة. 8 تدريب الأشخاص الذين يتعاملون مع النظام. يبقى دول 8 مراحل اللي بيمر بهم النظام الخبير عند بنائه. طيب، النظام الخبير دول خصائص؟ للنظام الخبير 6 خصائص. 1 تستخدم أسلوب مقارن للأسلوب، مقارن يعني مشابه، تستخدم أسلوب مقارن للأسلوب البشري في حل المشكلات المعقدة. يبقى أول خاصية تستخدم أسلوب مقارن للأسلوب البشري في حل المشكلات المعقدة. 2 خاصية تتعامل مع الفرضيات بشكل متزامن وبدقة وسرعة عالية. تتعامل مع الفرضيات بشكل متزامن وبدقة وسرعة عالية. 3 خاصية وجود حل متخصص لكل مشكلة ولكل فئة متجانسة من المشكلات. وجود حل متخصص لكل مشكلة ولكل فئة متجانسة من المشكلات. 4 تعمل بمستوى علمي واستشاري ثابت لا يتذبذب. 5 يتطلب بناؤها تمثيل كميات هائلة من المعارف الخاصة بمجال معين. 6 تعالج البيانات الرمزية اللي هي غير الرقمية من خلال عمليات التحليل والمقارنة المنطقية. دي خصائص النظام الخبير. هل هناك مزايا للنظام الخبير؟ طبعا، النظم الخبيرة
التي تم تطبيقها في العقود الأخيرة أدت إلى نتائج إيجابية. النهاردة لما نيجي نبص لدولة زي الصين، أصبحت النهاردة هي المتربعة، قفزت على اليابان، قفزت على أمريكا من خلال إيه؟ النظم الخبيرة أو الذكاء الاصطناعي والنظم الخبير. أول ميزة زيادة الإنتاجية والمخرجات، اتنين زيادة الجودة، فالنظم الخبيرة تستطيع تقليل نسب الخطأ، ثلاثة أخذ ونشر خبرة نادرة اللي هي زي ايه، فمثلا الأطباء في مصر وفي الدول التانية مثلا عاوزين نظام خبير معين، فبيتم ايه ان احنا بيحصل في تبادل في الخبرة اللي هي أخذ ونشر الخبرة النادرة في حاجات معينة. أربع أو رابع ميزة العمل في البيئة الخطرة، العمل في البيئة الخطرة زي النهاردة زي النظام برضو زي ما كورونا وإيه مجتاح العالم، فالنظم الخبيرة شغالة في المعام، بيحصل حروب وألغام بنستخدم النظم الخبيرة لمواجهة العديد من المفرقعات، حتى بتستخدم في النهارده زي ما انت شايف الباتروت والحاجات ديت اللي هي النظم اللي هي بتعترض الصواريخ والطيارات بتعتمد على النظم الخبيره. رابع حاجه او خامس حاجه الوصول الى المعرفه ومكاتب المساعده، الوصول الى المعرفه ومكاتب المساعده. ساتت حاجه او ساتت ميزه الاعتماديه، فالنظم الخبيره لا تتعب ولا تمل أو تمرض، الاعتمادية. سابع ميزة زيادة قابليات أنظمة أخرى، زيادة قابليات أنظمة أخرى ماشي زي إيه، حيث يمكن أن تتكامل النظم الخبيرة مع أنظمة أخرى مما يجعل النظم الأخرى أكثر فاعلية. تامن ميزة القابلية على العمل مع المعلومات الناقصة أو غير المؤكدة، يعني أنت لو غذيت النظام الخبير ببعض المعلومات الناقصة بيعرف أو يعرف يشتغل. تاسع ميزة توفير التدريب. عاشر ميزة تحسين اتخاذ القرار وقابليات حل المشكلات. الميزة رقم 11 تقليل وقت اتخاذ القرار. النهارده انا بجيب نظام خبير عشان يقلل لي الوقت، يعني ما اقعدش مثلا القرار اللي باخده 3 4 ايام ممكن ياخد لي حوالي 10 دقائق. الميزه رقم 12 تقليل وقت الاعطال، بتبقى زمان لو انت جيت بصيت للميزه رقم 2 اللي هي زياده الجوده بتقلل الخطا، عشان كده بتقلل الاعطاء. ودي مميزات النظم الخبير. طيب هل هناك أخطار النظم الخبيرة أو هل هناك صعوبات تواجه أو تحد من انتشار النظم الخبيرة؟ في عندي مجموعة من الصعوبات. أول صعوبة المعرفة التي يجب أن تكتسب ليست متوفرة دائما، يعني عدم توافر المعرفة. اتنين الخبرة صعبة الاستخلاص من البشر، صعب جدا ان انا ايه استخلص حاجة من العنصر الانساني. تالت صعوبة توجه لكل خبير حالة معينة قد تكون مختلفة عن الاخر. رابع صعوبة عدم توافر المهارات. ساتت صعوبة لمستخدم النظم الخبيرة حدود وإدراك طبيعية، يبقى إيه إن الحدود بتاعتي محدودة. سابع صعوبة معظم النظم الخبيرة ليست لها وسائل مستقلة للفحص فيما بينها. تامن صعوبة المفردات التي يستخدمها الخبراء للتعبير عن الحقائق والعلاقات تكون محددة وقد لا يفهم الآخرون. تاسع صعوبة قلة الثقة من قبل المستخدمين. عاشر صعوبة عملية نقل المعرفة
هي عرضة للتغيرات في الإدراك والحكم. الصعوبة رقم 11، احتمال النصيحة قد تكون خاطئة. الصعوبة الأخرانية، النظم الخبيرة قد لا تكون قادرة على الوصول إلى استنتاجات، وخصوصا في المراحل الأولى. في نهاية المحاضرة أنا هديك مجموعة من الأسئلة وهنأجب عليها إن شاء الله في المحاضرة النهائية اللي هنتفق عليها بعد كده. طيب، السؤال الأولاني، اختيارات متعددة، الذكاء الاصطناعي هو فرع من علم، السؤال الأولاني، الذكاء الاصطناعي هو فرع من علم 1 التصميم، 2 الإنترنت، 3 الحاسب. يبقى إذن الذكاء الاصطناعي هو فرع من علم التصميم، الإنترنت، الحاسب. دي السؤال الأولاني. السؤال الثاني، دراسة، دي صح أو غلط، دراسة وتصميم العملاء الأذكياء أو العميل الذكي هو نظام يستوعب بيئة ويتخذ المواقف التي تزيد من فرصته في النجاح في تحقيق مهمته أو مهمة فريقه. دي برضو اختيار متعدد، دي بيسمى الذكاء الاصطناعي، الذكاء الاجتماعي، الذكاء المعرفي. السؤال اللي بعده، دي بقى اللي صح وغلط، بعض سمات الذكاء محتواه في القدرة على القيام بمعالجة الرموز والحروف، دي صح أو غلط، اسمه إيه؟ بعض سمات الذكاء محتواه في القدرة على القيام بمعالجة الرموز والحروف. سؤال اختيار متعدد، بعض سمات الذكاء تحتوي على القدرة على القيام ب 1 حل المشكلات عند نقص المعلومات، 2 معالجة الرموز والحروف، 3 فهم واستيعاب صورة مرئية، 4 جميع ما سبق. السؤال اللي بعد كده، بعض سمات الذكاء ومحتواه، اللي هو كلمة الذكاء اللي مقصود به الذكاء الاصطناعي، محتواه في القدرة على القيام ب 1 تحمل المواقف الثابتة وغير المعقدة، 2 عدم الالتزام بالقوانين، 3 التعلم والاستفادة من التجارب السابقة. دي اختيار متعدد. سؤال ثالث أو آخر، توجد أنواع مختلفة من نظم إدارة المعرفة تستخدم أو تستخدم تقنيات متنوعة ومتباينة. من أبرز تلك النظم الخبيرة، الشبكات العصبية، الخوارزميات، جميع ما سبق. دي سؤال أنا هجيب لكم عليه إن شاء الله في المحاضرة اللي جاي. سؤال صح أو غلط، نظام الذكاء الهجين تعتبر من أنواع نظم المعرفة التي تستخدم تقنيات متنوعة ومتباينة. الإجابة صح أو غلط، اختيار متعدد. نظم التنقيب عن المعرفة، نظم المنطق الغامض تعتبر من نظم التنقيب عن المعرفة، اللي هي نظم المنطق الغامض تعتبر من نظم إدارة الجودة، إدارة المعرفة، مكونات النظم الخبيرة. السؤال اللي بعد كده،
تعتبر النظم الخبيرة من أهم تطبيقات الذكاء البشري، ذكاء المعلومات، الذكاء الاصطناعي. السؤال اللي بعد كده، صح أو خطأ؟ تتميز النظم الخبيرة بأنها المجال الذي يتم فيه تمثيل المعرفة والتحكم في البحث داخل قواعد المعرفة. تتميز النظم الخبيرة بأنها المجال الذي يتم فيه تمثيل المعرفة والتحكم في البحث داخل قواعد المعرفة. سؤال أخير، صح أو غلط؟ عادة ما يتكون النظام الخبير من 3 مكونات. عادة ما يتكون النظام الخبير من 3 مكونات. دي بعض الأسئلة والنماذج اللي هنبقى نديها في المحاضرات أو في المحاضرة الأخيرة إن شاء الله لما هنتقابل مع بعض. بس برضو دي مجموعة من الأسئلة تفكروا فيها، لأني قلت لكم الموضوع النظم الخبيرة والذكاء الاصطناعي من الموضوعات الهامة جدا. في نهاية هذه المحاضرة لا يسعني إلا أن أتقدم لكم بخالص الشكر وأقول لكم وحشتونا جدا جدا جدا، وفعلا إحنا مفتقدينكم، وإن شاء الله تزال هذه الغمة وتعودوا إلينا سالمين غانمين. وسلامي لكم ولأهليكم ولزويكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم دكتور صلاح عبد الحي في محاضرة مسجلة رقم 3 للفرقة 4 إدارة أعمال في مادة نظم المعلومات الإدارية. المحاضرة القادمة إن شاء الله هنتكلم في موضوعين اللي هي الحكومة الإلكترونية، ودول مش موجودين وورقهم موجود عندي، الحكومة الإلكترونية والإدارة الإلكترونية لارتباطهم بالمادة، وهنتكلم بعد كده عن نظم المعلومات وقواعد البيانات إن شاء الله في المحاضرة اللي جاية. ومرة تانية أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وشكرا.